وأنا سعيد جدا أن أكون ضيف على قناة محمد الثالث، قناة الهادفة، القناة التربوية. سعيد أيضا أن أعالج موضوع مهم يشغل بال مجموعة من التلاميذ والطلبة الأعزاء في فترة الامتحانات. في هذه الفترة يعني يواجه أغلب التلاميذ والطلبة واحد الحالة نفسية كتميز بالقلق، كتميز بالتوتر، وهذا الأمر هذا يعيق يعني بواحد الشكل كبير قدرتهم على التركيز، ويعرض مسيرتهم الدراسية والمهنية إلى صعوبات ومشاكل قد تكون أكثر حدة وتعقيد في حالة عدم الانتباه لهذا الأمر. والقلق والتوتر أصبح حاليا سمة وجزء من الحضارة ديال الإنسان المعاصر، بالانتباه إلى نسبة يعني التدخين. هذه من العلامات المنتشرة في المجتمع ديالنا. فبالنسبة ديال التدخين مثلا اللي كتوصل ل 15% حسب التقارير ديال منظمة الصحة العالمية، انتشار ديال المخدرات، ارتفاع معدلات الجريمة، وهذا تعبير عن حالة المجتمعات التي أهملت جانب ديال الصحة النفسية لمواطنيها. هذا الجانب ديال الصحة النفسية هو اللي كنفتقدوه في مجتمعاتنا. فأعود لسؤالك وهو التعريف ديال القلق. حاليا مجموعة من الدراسات التي تم تناولها من طرف مجموعة من الباحثين في علم النفس، فهناك يعني أزيد من 1212 بحث في هذا الموضوع ديال القلق، أجري فقط ما بين 1990 و1995. تعريف بسيط للقلق هو واحد الحالة من الخوف الغامض والشديد اللي كيمتلك الإنسان بغض النظر على السن ديالو، ويسبب له كثير من الضيق ومن الألم. والقلق يعني الانزعاج، والشخص القلق يتوقع الشر دائما، وهذه من السمات ديالو، ويبدو متشائما، متوتر الأعصاب، مضطربا. كما أن الشخص القلق يفقد الثقة بنفسه، وهذا شيء خطير جدا، ويبدو مترددا، هذه من الميزات كذلك، عاجزا عن البت، عاجزا عن العمل، ويفقد القدرة، وهذا هو الأمر اللي كيميز، ويفقد القدرة على التركيز. طيب أستاذ الكريم، يعني تكلمتوا في البداية على الآثار الكبرى للقلق، تكلمتوا على التدخين، معدلات الجريمة، الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان بصفة عامة نتيجة هذا القلق، هذا لعله يعني درجة عالية من القلق. لكن هل يمكن أن نقول أن هناك حالة أو حد أدنى من القلق قد نعتبره طبيعيا، وقد يكون من أجل تحفيز وأخذ الأمور بجدية أكثر والعطاء أكثر؟ بالنسبة للأستاذ هذا سؤال مهم جدا. القلق ماشي أن واحد الحالة اللي ممكن تكون سيئة، فبالنسبة نميز ما بين واحد المستويات مقبولة من القلق، وهو القلق العادي أو السوي، واللي كيكون فيه جوانب إيجابية كتميز بالنجاح، لأنه هو في هذه الحالة اللي كيكون إيجابي كيكون حافز للعمل، حافز للاجتهاد، هذه جوانب إيجابية فيه، وهو يسمى بالدافعية. القلق يكون في بعض الأحيان عامل محفز للعمل، للنجاح، للتفوق، للتكليف، للإنجاز. لكن الشيء غير المقبول فيه عندما يصبح القلق حالة مرضية أو قلق غير سوي، هو اللي كيعطينا واحد الجوانب سلبية فيه، واللي كتميز يعني بواحد الإنهاك شديد، بواحد التوتر اللي هو في مستويات مرتفعة، اللي ممكن يؤدي للفشل وعدم التكيف. وهنا في هذا الباب يمكن طيب هذه الحالة بالتحديد، يعني هذه الحالة ديال القلق غير الطبيعي، كيف نتعامل معه؟ أو يعني ما رأيك، يعني حلول معينة ترونها للتعامل الإيجابي مع هذه الحالة من القلق المرضي من أجل علاجه؟ أنا بالنسبة لي كأخصائي اجتماعي هناك حدود مهنية للعمل، فلدينا من التقنيات التي نشتغل بها وهو يعني الإنصات للحالة أو للعميل. عندما نلاحظ أعراض تبدو غير طبيعية للقلق، مثلا واحد التوتر اللي هو زائد، واحد فقدان السيطرة على الذات، وربما الحالة توصل إلى الاكتئاب، هذا على المستوى يعني الأعراض البدنية. هناك أعراض نفسية مثلا واحد الانفعال زائد، وواحد اختلاف التفكير، وربما أن زيادة الميل إلى العدوان وإلى العنف. هنا في الحالة العميل أو الحالة يمكن أن نوجهه نعرضه على الأخصائي النفسي أو المعالج، يعني بالنسبة لنا إحنا كأخصائيين اجتماعيين لدينا
حدود مهنية في التعاطي مع الحالة. بمعنى قد تشخصون الحالة، يعني هل هذا وصل إلى درجة الحالة القلق غير الطبيعي أو لا، لكن بعد ذلك يعني إذا كان الأمر تجاوز الحد المعقول إلى اللامعقول لابد من اللجوء إلى معالج نفسي أو أخصائي نفسي، ليس كذلك؟ نعم، هذا تماما، هذا هو طبيعة عملنا. طيب جميل، الآن ونحن نتحدث عن قلق المرتبط بالامتحانات، لأن ربما الحالة التي يكون فيها القلق في أوجه لدى التلاميذ والطلبة يكون في هذه الفترة، فترة انتظار الامتحان والاستعداد للامتحان. لديكم نصائح معينة توجهونها مباشرة للتلاميذ للتعامل مع هذا الأمر؟ بالنسبة للسبب ما يمكنناش نعمه بالنسبة لجميع التلاميذ، لأن المصدر ولا النوع ديال القلق ولا المستوى ديالو هو نراعي فيه فروق فردية. هناك يعني ميزة تميز هذه المرحلة للتهيئ والاستعداد للامتحان هو قلق يصيب تقريبا يعني نسب مهمة من التلاميذ. النصيحة اللي ممكن أنني يعني نوجهها للتلاميذ هو أنه يحاولوا ما أمكن الاعتماد على نشاطات ذاتية، وهذه ربما مهمة جدا لكالتمييز بالاسترخاء، الاستمتاع بالمناظر الجميلة، النظافة، هذا شيء مهم، والأهم من هذا كله يعني أن الاعتماد على قراءة القرآن لأنه مهم جدا. أحسن جليس وأحسن علاج هو القرآن، لأنه يساهم يعني في الاتزان وفي التوازن سواء كان تلميذ أو طالب، والابتعاد ما أمكن عن كل الأمور التي ممكن أن تسبب توتر وقلق. والأهم من ذلك هو يعني المعاشرة ويعني معاملة الناس اللي ممكن أن يقدموا يعني واحد الجو اللي هو فيه هادئ مساعد لتعيد الامتحان. طيب وأنتم تتحدثون عن الجو المساعد للامتحان، برأيكم هل للفضاء الأسري والفضاء المدرسي دور في صناعة جو معين يعني يناسب التلميذ يبعده عن هذه الحالة المرضية من القلق ويساعده على التفاعل أكثر مع المقرر مع المذاكرة وعلى نتائج أفضل بالتأكيد؟ شكرا أختي وفاء، سؤال وجيه ومهم جدا، وهذا يعتبر يعني من بين المصادر ديال القلق. هناك نوقف هذه النقطة بشكل كبير، لأنه التنشئة ديال الطفل يعني الأسرة وخاصة الأب والأم كيلعبوا واحد الدور اللي هو كبير وكبير جدا. كيف ذلك؟ هو أنه يعتبر يعني من مصادر ديال القلق هي أولا تلك الصورة الذهنية الخاطئة عند الآباء اللي الطريقة باش كينقلوا يعني الفكرة ديال الامتحان هي طريقة خاطئة جدا. فنلاحظ أن يعني الامتحان بالنسبة للأب والأم أنه واحد العقبة كبيرة، واحد المحطة يعني كيعلقوا فيها الآمال والمستقبل ديال التلاميذ، وهذه يعني مشكل كبير جدا. بالنسبة مثلا في الغرب الامتحان هو واحد المقياس اللي كيقيسوا به مدى تملك التلميذ المعلومة. بالنسبة لنا حنايا في الدول النامية أن عملية التعلم مرتبطة فقط بالمدرسة، ويعني الامتحان هو يعني المستقبل ديال التلميذ كامل كينبني عليه، لا وهذا خطأ يعني ناتج على ذاك التربية الخاطئة الغير متوازنة بالنسبة للأسر. كيفاش كينقلوا يعني ديك الصورة الذهنية اللي كيرسموا الآباء والأسر بالنسبة لوليداتهم التلاميذ فيما يخص هذا الامتحان. إذن بالتأكيد أن ما يعيشه التلاميذ من قلق هو نتيجة صورة سلبية عن الامتحان، عن الانتظارات ما بعد الامتحان، ربما تهويل الأمر أكثر من اللازم مما يعود سلبا على نتائج التلميذ بعد ذلك. آخر سؤال أستاذي الكريم، يعني إذا سأل تلميذ أو طالب الآن وقال مثلا أنا ذاهب إلى الامتحان، إلى ماذا أحتاج؟ نعم أختي الكريمة، بالنسبة لهذا سؤال مهم أيضا، أنا ذاهب للامتحان ماذا أحتاج؟ بالنسبة للطالب الشيء المهم الذي يساهم في الاستعداد للامتحان بطريقة متوازنة بعيدة عن القلق الشديد أو القلق نوصل للمرحلة المرضية هو أول شيء الذاكرة. التلميذ يجب أنه ذاكرة تعمل بشكل إيجابي وقوي، فالذاكرة اللي كتميز بواحد الحافز بواحد التركيز على طول السنة، أن التلميذ كيكون كيتوفر على واحد أو كيتوفر على واحد الذاكرة اللي كتساعده على التركيز على الدروس ديالو، كيساهم
بطريقه علميه، طريقه منظمه، انه كيلخص الظروف ديالو وكيعمل على التوسيط ديالها والتشفير ديالها في الذاكره. فملي كتوصل الفتره ديال الامتحانات هنا ما يسمى بواحد الذاكره اللي كنسميوها الذاكره السلسله، فكتكون يعني خدمات طول العام بواحد الطريقه منظمه. فاكيد انه في المرحله يعني ديال الامتحان ما كيطيحش ولا يسقط في هذا المشكل ديال القلق المرضي او القلق اللي يسيء او يؤثر سلبا على استعداده الجيد للامتحان. اذا هذا عمل منهجي طول السنه، بمعنى تلميذ يوم الامتحان يحتاج الى حصاد ما جناه طيلة السنة، ومن ثم يعني توجيه بالنسبة للمربين والمختصين لابد أن يكون على طول السنة كي يتعامل التلاميذ والطلبة بطريقة إيجابية مع المعرفة بصفة عامة ومع البرنامج التعليمي بصفة خاصة. شكرا جزيلا لكم إشارة فقط الكريم. نعم تفضل. إشارة فقط أستاذة فرقرة، هذا لو كان أن المؤسسات التعليمية كتوفر على مساعدين اجتماعيين أو أخصائيين اجتماعيين، أكيد أن هاد يساهموا في توفير واحد الفضاء. فإذا كانت الأسرة عجزات أو لا ما قدرتش أنها توفر لك الفضاء المناسب للتهيئة بجو دراسي يتميز بالنجاح والتوازن، فعلى الأقل أنا يعني توجيه أن المدارس ديالنا بدأت توفر على مساعدين اجتماعيين ومساعدة اجتماعيين، أكيد لهم واحد الدور مهم جدا في توفير فضاء متوازن وناجح لفائدة التلاميذ. بالتأكيد، شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد الأرضي، أخصائي اجتماعي ورئيس الجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين. شكرا لكم على كل هذه المعلومات، وزادكم الله توفيقا، ونرجو التوفيق والنجاح لكل التلاميذ والطلبة. مستمعينا الكرام، نبقى مع هذا الفاصل، ألقاكم بعده لنواصل.